على السلامة. اتأخرت ليه؟ ما انت عارف يا باشا، واني جاي لازم انا أأمن نفسي، العيون كتير والبصاصين اكتر. طب اتلقى حاضر. اوامرك يا باشا. تسلم. اخر الاخبار ايه؟ دياب اتجوز بنت اسمها حكمت من عيلة الطرشنة، عمها يبقى صادق طرشنة عضو مجلس الشعب عن دايرتهم هناك. دايرتهم دي عمالة توسع وكل يوم بيدخلها عضو جديد. واضح يا باشي ان صادق دي هيبقى شريك معاهم في العملية اللي جاية، وده طبعا هيقوي موقفهم ويخليهم في العلالي على الاخر. اخرتهم على ايديا ان شاء الله. والطلعة الجاية دي امتى؟ لا أنا معرفش، أنا عارف إن هما بيرتبوا العملية كبيرة، لكن كل التفاصيل لحد دلوقتي معرفتهاش. اسمع على طرطق ودانك كويس. يا باشا. أنا زرعك هناك مش عشان تقولي معرفتهاش، عشان تعرف لي دبة النملة. مش قادر زي ما زرعتك هقلعك يا طاهر مسطيق. ما تقلقش يا باشا، طالما زرعتني والنعمة الشريفة هتحصد خير إن شاء الله. يا اهلا العواف العواف يا اختي، منورين يا نسوين، منوره يا مهريدي، منوره يا ام سلامه. ده نورك يا هان. خبر ايه بقى؟ انتوا ليه ما بقيتوش تشتروا من عندي الزيت والسكر زي الاول؟ ولا خلاص اتزبنتوا على حته تانيه؟ يا اختي لا تانيه ولا تالتي، ما انت عارفه الراجل قاعد في البيت من غير شغل والمعايش باجت على الجد، ويا دوب كل اللي بيطلع لنا من الجراتين بناكل منه. ربنا يصلح الاحوال ان شاء الله. ما احنا جايين عشان كده وعشمانين فيكي خير. خير ان شاء الله. كنا عايزين جوزك سي طاهر المسطيهي يتوسط لعرابي جوزي ويشوف له اي شغلانه بدل ما هو عاطل كده. يشغله ايه بس؟ ما انت عارفه سي طاهر جوزي مسؤول كبير قوي في الداخليه، والداخليه لا يمكن يقبلوا عرابي جوزك ابدا. ليه بقى ان شاء الله؟ ماله عرابي؟ عنده سابقه يا هبلي ومسجل عندهم. ولا انت نسيتي الرجل اللي بطحه بالفاس جاب اجله؟ مسي طاهر بيعمل خدمات للبلد كلاته وبياخد ثمنها كمان، واني جايبه الثمن معايا اهو، يعني مش هيعمل حاجه ببلاش يا هاني. وريني جايبه. بصي يا اختي بصي وملي عينك. ايه ده فطير مشلتت يا شيخة روحي؟ ده ما فيش اكتر منه عندنا. ما هي جايبه لك كمان معزه، عايزه ايه تاني؟ ايوه كده، هي دي الزيارات ولا بلاش؟ ها قلت ايه يا هاني؟ من عينيا الاثنين، اول ما سي طاهر جوزي يرجع في اجازه هقول له على عربي جوزك، واكيد هيشغله عند حد من معارفه. ما انتوا عارفينه مسؤول كبير قوي في الداخليه وكلمته مسموعه. يا ما انت كريم يا رب. يسمع من بوجة ربنا. طالما اتشدكت بالحلاوه ببوجي يبقى هيحصل ان شاء الله يا رب. امسكي يا زين. لفين لفين. خدي يا هان. هاتي يا اختي. بالاذن احنا باجه. اتفضلوا اذنكم عاد. اوعي تنسينا. ما تخافيش. مع الف سلامه. سلام. ديه بتكمل المصطهي؟ ايوه هو. هو فين؟ نايم جو. انا داخل اصحيه. حلك حلك يا جدعين. وسع يا وليه. يا كامل انت، يا كامل انت عزفت فزقوم. مين ابو عزوز؟ جيت امتى من بلدكم؟ مش موضوعك يا نصاب، بقى انت تضحك علياني وتقول لاخوك اللي شغال في الداخليه هيقطع المحضر بتاع اخويا اللي اتمزق بالحشيش وتلهف مني 5000 جنيه وادوش الضيف وبقالي شهر ونص ما شفتكش. اباي عليك ابو عزوز وعلى عصبيتك، ليك وهتاخد وعليا هديك، اقعد بس نتفاهم. اعملي شاي يا ام البنات. حاضر. ولا شاي ولا قهوه، انا هقعد اهو بس عايز فلوس يا نصاب. يا جدع قلت لك ليك وهتاخد وعليا هديك، داني بتحرج عشانك وانت ولا على بالك. اعملهم عليا يا اخويا اعملهم. ما انت ما دريتش باللي حصل. هو ايه اللي حصل؟ الضابط شاف المحضر قبل ما نقطعه وحوله للنيابه وجد قضيه. ما انا عارف، ومن ساعتها اخويا موجود في الحجز يا نصاب يا نوري. بس ما تقولش نصاب، انت ما تعرفش انا بعمل ايه عشان خاطرك، وفلوسك لو عايزها اردها لك على دير ملي. طب ليه امني عليها؟ بس اسمعني الاول، انا عندي ليك الحل وبعدها اعمل ما بدالك. ايه هو الحل ده؟ الحرز وملف القضيه في المحكمه، لو عرفنا ناخدهم يبقى مفيش قضيه واخوك يرجع لك بالسلامه. وهناخدهم ازاي يا فالح؟ انا عندي اللي جيبهن بس مهره كتير. هياخد كام يعني؟ 2000 جنيه ما ينقصوش مليه. لو على كده تكون هينه،
بس والنعمة الشريفة لو كنت بتنصب عليها المرة دي لكون دابحك وداهم بدمك الحيطان. عيب عليك يا ابو عزوز، ده انت حبيبي لايمني. اتفضل، ومتى نقدر نتحصل على الملف ده؟ ان شاء الله في اقرب فرصة. سكي على الشاي يا ام البنات، وانت بقى سافر دلوقتي على بلدك، وانا ان شاء الله ما اخلص المصلحة هكلم. لما نشوف اخرتها معاك ايه يا كامل؟ اخرتها فل وعسل ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس اهدي يا كامل. كيف صالح انت؟ ده موضوع شغل. ماليش صالح ازاي؟ بقى كده؟ طب لما يجي سطهر جزيم الداخلية حقول له، وهو هيعرف شغله معاه. قولي له يا اختي، نيلة عليك انت وهو في يوم واحد. الله يسلمك يا جزمة. انت يا ولية يا هانم، نفسي اعرف مين الضرير اللي سمكي هانم يا ولية. صباير الحمد لله على السلامة يا ابو البنات. يا ولية خرفانة انت، ميت مرة اقولك بلاش تقوليلي يا ابو البنات دي. لا انت مش ابوهم ولا مش ابوهم، ما انت ابوهم يعني. خلاص انت هتقعدي تلتي وتعجني اتناولي عني، ده انا ظهري وجعني من اللف والدوران بيهم طول النهار. ما شاء الله ما شاء الله، ايه الخير ده كله؟ عايزك يا وليه تعملي لنا المصارين دي اباوه. غباوه اباوه اباوه يا ام الغباوه كله. اباوه يعني تحشيها لحمه ورز جنب الفيشه والكرشه وام الشلاتين. ام الشلاتين دلل عيد يا ولاد. طب ايه وايه ايه كده من قدامي؟ ايه ايه؟ امال البنات فين يا ولي؟ بيزربحوا في الترقي. بيزربحوا؟ الهي يزربحوك في زير يا بعيدي. هو انت يا ولي انا مش قايلك بلاش تخلي البنات يروحوا يزربحوا في الترقي، انت عايزه يجي لهم بالهريسي؟ بالهريسي اهكف الله الشر، مني طول عمري بزربح في الترعه دي والحمد لله زي الفل. ها فل دبلان ومنتن على طول كده كاتمني ومش عاجبك يا سطاه. ما هو من عمايلك يا ولي ومن قله اهتمامك بنفسك يا ساتر، ده ايه الريحه المنتنه؟ فين يا ولي ازازه الريحه اللي انا جايبها لك؟ بصراحه اندشت. اندشت ولا بعتيه؟ ماني اصلي عارف انت فيها عمار بينك وبين النتانه. يلا يا ولي يلا غوري اعملي لنا لقمه نطفعها. والله ماني عارف اذا كنت بتطبخي بايديكي ولا برجليكي. يلا غوري. كنت هنسى. فيه ايه تاني؟ فيه كم واحد من اهل البلد قصدينك في خدمه ودفعوا لك المعلوم. طب لما نطفح الطفح اللي هتعمله لنا ابقي مليني اساميهم ووريني المعلوم اللي دفعوه بعيني عشان اتاكد. حاضر. كنت هنسى. وما بتنسيش ليه؟ فيه واحد جهل اخوك كامل وسمعت ان كامل خد على حسك منه 5000 جنيه وما سالته قال لي مالكيش صالح انت. مالكيش صالح ازاي؟ ايه؟ يعني هو ينصب باسمي ويقول لك مالكيش صالح؟ ماشي. عايز تاكل حقي؟ ماشي يا خسيس يا كامل يا نيتي. امال ابويا فين؟ نايم زي العاده ما بيتحركش من الفرشه. طب يلا غوري ولو في حاجه افتكرتيه انسيه. حاضر.